اللي فات كنت تقريبا في المنوفيه وقابلت احد المواطنين واتكلمت معاه مهم لانه حاكي اليوم ده انتوا كوزاره ما طلعتوش فيديو، ولكن تم تداول فيديو على نطاق كبير وحضرتك بتتكلم مع المواطن. خليني هسمع حضرتك الفيديو نشوف. انا عارفه حضرتك عارفه. انا عارفه. ايه الحكايه؟ الفيديو ده على فكره تم تصوير فيديو تاني بعديه بحوالي ساعه لما وصلت بقى للكوبري اللي هم كانوا عايزين يرفعوا كفاته ويجددوه، واتصلت بشركه جبتها فورا وانا واقف، لان طبعا لقيت، طبعا انا قلت الكلام ده وانا اقول لحضرتك تاني، انا قلت ده علشان مش عشان اهت الناس، لا انا عايز استحس المواطنين، احس المواطنين والساده النواب وكل المسؤولين في محافظه المنوفيه ان هم يساعدوني. انا النهارده بنعمل طريق ما يسمى ب محور وسط الدلتا، محور طولي كده واصل ما بين طريق اسكندريه الصحراوي وطريق اسكندريه الزراعي، بادئ من اليوب، القناطر، الباجور، شبين الكوم، طنطا، كفر الشيخ، مطوبه، ثم البحر المتوسط. النهارده لما اجي اعمل المحور ده وامشي في الاراضي الزراعيه واستسهل، قريت على الاراضي الزراعيه في مصر، شجعت البنى في الاراضي الزراعيه. الكلام ده احنا مش هنعمله، وقلنا وده توجيه من سياده الرئيس، لن نبني تاني على الارض الزراعيه ومش هنعمل طريق تاني على الارض الزراعيه. طيب انا عندي طريق موجود اوريدي موجود، طب انا عايز اوسعه شويه وعايز اجدده في ارض الدوله مش في ارض المواطنين. لقيت المواطنين بنيين على قلب الطريق، واللي طالع بقى ب حاجه كده فول وطعميه وحاططها على الطريق، واللي عامل شويه مشتل وحطه على الطريق، واللي عامل بني جدار كده ومطلعه على الطريق، واللي بنى سلم ونازل في الشارع ومصطبه ونزلها في قلب الطريق، واللي طلع بمعهد ولا مش عايز اقول الاسماء عشان ما حدش يفهم ان انا ضده، ينزل كده يعمل بوابه الاول قدامه وبعدين بعد كده يطلع يمينها وشمالها يبقى خد حرم الطريق. اللي واحد عامل سبيل لله في نص الطريق، يا اخي ربنا يعني هيقبل الطيب بالسبيل، انت عامل سبيل لله ارجع بيه بقى بعيد عن الطريق. دي الحاجات اللي سيادتك شفتها، حاجات كتير. لا ده اللي حضرتك شايفه ده الدايري ده لسه هجيلك بقى. ده الدايري اللي حضرتك، انا اسف اللي حضرتك هاجمتني فيه وهرد عليك دلوقتي، وانا سعيد جدا بمهاجمتك وانا هرد عليك وانت ترد عليا، وده لا يفسد للود قريه زي ما بيقولوا، مش كده؟ وده في الاخر كله لصالح بلدنا. بالظبط كده. حضرتك تهاجمني، انا جايب لك، انت اللي جبت الصوره اهو، انت اللي جبت الصوره اهو عشان ارد عليك بيها. اكلمك على الدايري دلوقتي. اتفضل يا سياده الوزير. هناك بقى في طريق القناطر الباجور، الناس بنت على الطريق. نعم. طب انا عايز اطور لكم الطريق، وده مدخل معدات تدوير طبقات الرصف، احدث حاجات عندنا، وبعمل الطريق وبجري، طب ساعدوني بقى. طب شيلوا التعديات. طب انتوا كلكم ماشيين تتفرجوا وسايب، وكلكم بتطلعوا كل يوم من القاهره تروحوا الباجور وتروحوا شبين وتروحوا طنطا وسايبين الناس متعديه على الطريق. طب يعني طب ساعدوني. طب انتوا يعني الساده المسؤولين والمختصين، وكلهم محترمين على فكره، كلهم بحترمهم وكلهم بيعملوا اللي يقدروا عليه، بس احنا عايزين منهم الاكتر. عايزين مصر بقى الجديده، عايزين، انت سمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم مصر الجديده، ميلاد مصر الجديدة، دوله جديده. مصر الجديده ودوله جديده فيها قوه قانون وفيها التزام وفيها انضباط، ده غير بقى طبعا التكنولوجيا وكل الكلام ده، ولكن دولة بمفهوم تاني، دولة قوية. الغلطان يعرف انه غلطان، واللي مش غلطان يقول للتاني انت غلطان. حضرتك قلت للناس مش هعمل الكوبري غير لما تشيلوا الحاجات دي؟ طبعا قلت لهم كده. ويا استاذ احمد، وحضرتك عندك كلمة يا استاذ احمد، لو احنا خوفنا، لو خوفنا مش هنشتغل. لو خوفنا، انا بقول لحضرتك لو خوفنا مش هنشتغل. نعم. احنا جايين هنا مش علشان، انا اسف، مش جايين عشان نتكسب ولا عشان نبقى ناخد وظيفة ولا ناخد، لا احنا جايين نخدم الناس، فلازم الناس تساعدنا. وصدقني انا شخصيا وكافه رجال الحكومه وزمايلي كلهم، احنا بنخدم الناس واحنا مبسوطين. انا بخدم وتعبان، ولكن انا مبسوط بتعبي عشان في الاخر اعمل حاجه لاهلي. صحيح. طب انا النهارده عايز اخدم اهلي، طب ساعدوني بقى يا اهلي، طب ساعدوني يا الساده النواب، طب ساعدوني يا مختصين في المحافظه، شيلوا التعديات دي، رجعوا الناس المتعدين للطريق. اللي متعدي وهم سامعين اهو، اللي متعدي لو سمحت من نفسك من غير ما حد يجيب لودر ولا بلدوزر ويشيل لك التعدي بتاعك، شيل التعدي بتاعك. لو شلت التعدي هتلاقي الطريق بقى ثلاث حارات وثلاث حارات، وطريق نقدر نوسعه وبنوسعه دلوقتي. وعلى فكره بعد الكلام ده استجابوا، انا بس بشكرهم من خلال حضرتك. كويس. بعد الكلام ده استجابوا. كويس.
طبعا لما قلت لهم كده قلت لهم انا مش هعمل كباري ومش هعمل حاجه في المنوفيه الا لما تساعدوني الاول ونزيل الاشغالات اللي على الطريق ونزيل التعديات اللي على الطريق. قالوا بص الكوبري واقع والكوبري. قلت لهم يعني انتوا دلوقتي عارفين ان الكوبري واقع وعايزين نعمل لكم الكوبري؟ طب ما تساعدوني الاول، ما انا عايز اعمل لكم الكوبري ليكم. طالما شالوا هنعمل لهم ايه؟ شالوا بقى انا وهم بمجرد ان هم بداوا يتحركوا، الساده النواب المحترمين نواب الباجور والمنوفيه كلها كانوا معايا بداوا يتحركوا واتكلموا مع الناس وسياده المحافظ الكفء المتحرك سريع الاستجابه ادى تعليمات لاجهزه الحكم المحلي ويعني المراكز القرويه والمحليه والكلام اللي موجودين عنده بتوع الحكم المحلي وبداوا فعلا يشيلوا الاشغالات على طول. حتى شايف ده مشتل احنا بنوسع جنب المشتل اهو. طب المشتل ده لو رجع 2 متر ورا شويه في الارض مش هيحصل حاجه، مش هيحصل حاجه، وخاصه ان هو معمول على قلب الطريق يا استاذ احمد. نعم. انت شايف احنا شايلين بالحفار 2 متر وسعناهم. عايز اوسع كمان 2 3 متر يا اخي. ما تحرمنيش ان انا اخدمك. ما بس دي مش ارضه، ارض الناس يا فندم. مش عايز اقول لك دي ارض الدوله كلها، هم سامعيني. الارض من البر الغربي للرياح حتى الطريق ملك الدوله، مش اهالي يا فندم. روح حيازه زراعيه يا فندم، خليهم هم يردوا عليها دلوقتي. هذه كلها اراضي زراعيه واراضي طرح نار او اللي محصوره بين الشط الغربي للرياح وبين الطريق. مش عايز اقول كلها. معظمها اراضي الدوله. نعم. اتبنى عليها. طب اللي هناخد منه مترين ثلاثه هنديله فلوس ولا هنسيبه؟ اديله فلوس ليه بقى اذا كان هي ارض الدوله؟ نعم. اديله ليه فلوس؟ قولا واحدا. نعم. ارض الدوله لا يعوض عنها. لو هي ارضه بقى ملكه ومعاه حجه واخد منه عشان اعمل طريق ليهم وهيفيدهم هم برضه هدفع له انا كدوله، لان ده التزامنا كدوله. طب هنوسع قد ايه الطريق ده؟ الطريق احنا دلوقتي احنا بنوسعه تقريبا حاره علشان يبقى طريق مزدوج رايح جاي، وفي نيوجيرسي في النص وفي نيوجيرسي على الجناب. بنعمله بمعدات تنوير الاسفلت للاسف جايز مش طالعه دلوقتي، حاجه احدث حاجه في الدنيا دخلت المنوفيه وقرى المنوفيه وحاجه حديثه وحاجه تفرح الحمد لله. لما رحت لما استجابوا معايا رحت على كوبري الباجور. ده كوبري في 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 منتصف مدينه الباجور معدي على فوق السكه الحديد بتاعتنا. مفيش ليه، خلي بال حضرتك من الكلام، ملوش كوبري مشاة او وسيله يعبر المواطنين من جنوب لشمال السكه الحديد ولا عكس. في كوبري صايع جوه داخل المحطه، ولكن اللي جاي من بره احنا عملنا الكوبري وقفلنا عشان نعدي السيارات. طب المشاة يروحوا فين؟ لما وصلت انا من غير ما حد يطلب مني، وده اللي انا زي ما انا اقوله لاهالينا، انت من غير ما تطلب مني انا شايف الصح اعمله. وصلت للكوبري لقيت الكوبري فعلا منهار منه جزء من ال 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 البلاطه العلويه. الكوبري ده برضو انا مش بشهر ومش بلوم حد، الكوبري ده اللي منفذاه المحافظه. ولكن هل انا بقى كوزير للنقل النهارده اجي اقول ده المحافظه اللي منفذاه انا ماليش دعوه؟ لا، هنا المسؤوليه، هنا المسؤوليه، وهنا المسؤوليه الادبيه والاخلاقيه قبل الاجتماعيه تجاه اهالينا. وانا واخد توجيه من سياده الرئيس بكده ان مفيش حاجه اسمها ده المحافظه اللي عاملاه وده الطرق اللي عاملاه او هي السكه الحديد اللي عاملاه. على طول وانا واقف كلمت استشاري، كلمت احد المهندسين المتخصصين معايا في هيئه الطرق، كان معايا في الهيئه الهندسيه لقطاع الصناعه ومن احسن مهندسين الكباري في مصر. كلفت مكتب استشاري وانا واقف، كلمت شركه كبيره جدا بتشتغل معانا في الطريق الدائري وفي الكباري وفي محاور النيل، شركه كبيره جدا، قلت لهم بكره تكونوا موجودين في الموقع تستكملوا اعمال الابحاث على الكوبري، تقدموا لي خلال اسبوع الحلول، خلال شهر يكون الكوبري ده سقف الكوبري كله متعالج، اللي عايز يتكسر يتكسر واللي عايز يتصب تاني يتصب، ونرجع تاني نسعر كفاءه الكوبري ونمشي الكوبري اللي رابط كل الباجور ببعضها. طب نعمل ايه للناس المشاه اللي بتعدي من على السكه الحديد وسايبينهم؟ على طول قلت لهم اتعمل كوبري مشاه يعدي كل اهالينا اللي بيعدوا السكه الحديد من الناحيتين. طبعا حضرتك عارف ان اهالينا دايما لما بلاقوا العمليه يعني سهله شويه بيطمعوا، وحقهم والله. طبعا. قالوا لي طب ما بالمره بقى تعمل لنا سلم كهربائي واسانسير للكوبري المشاه. تخيل، ما انا بقول لك بيطمعوا بقى. واحنا والله ما عندنا مانع يا استاذ احمد. هتعمل لهم سلم كهرباء؟ والله ما عندنا مانع. كويس. هندرس ونشوف وازاي نأمنه اساسا وازاي نصينه بعد كده، لان سلم كهربائي عشان يشتغل في الطل كده وفي الهواء هيعطل كتير وهيصين كتير، ولكن هنشوف له آلية ان شاء الله باذن الله. وانا من خلال برنامج حضرتك اهو ان شاء الله باذن الله هندرسه، وهنخلص الكوبري للسيارات وهنعمل كوبري مشاه، وهندرس نعمل لهم ان شاء الله باذن الله عشان الكبار السن ان شاء الله يستخدموه ويعدوا بمنتهى الامان فوق الـ نروح للطريق الدائري. لا، قبل الطريق الدائري في المنوفية.